مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية لعقد الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الدولتين على ضوء المعطيات والتطورات الميدانية على الساحة العراقية ونتائج الانتخابات الرئاسية في إيران وطبيعة الحوارات الجارية بين مجموعة 4+1 والولايات المتحدة وزيادة الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق من قبل الفصائل المسلحة. تعطي هذه الزيارة أبعاداً استراتيجية تتعلق بالعلاقة القادمة مع الإدارة الأمريكية والأفاق المستقبلية على الصعيد كافة، ومنها الوجود العسكري الأمريكي في العراق الذي يشمل 2500 جندي أمريكي ومستشار في عدد من المواقع العسكرية يعملون على مواجهة الهجمات والأعمال التخريبية لعصابات داعش وحماية أمن واستقرار العراق من الأعمال الإجرامية، إضافة إلى التنسيق المستمر والتدريب العالي الذي تقوم به المنظومة العسكرية الأمريكية لتطوير القدرات القتالية للقوات العسكرية العراقية. هذا الحوار سيلقي الأضواء على علاقة الحكومة العراقية مع النظام الإيراني ونفوذه، وهذا ما جعل سير المفاوضات يأخذ أبعادا واسعة من عملية التوافق بين علاقة بغداد وطهران وواشنطن، أي أن الكاظمي قد ساهم في تعزيز إطار العلاقات والمصلحة العليا للشعب العراقي والحفاظ على حالة التواصل بين جميع الأطراف ومنع استخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران على حساب الدم العراقي، وإدراك الإدارة الأمريكية للصعوبة التي يواجهها الكاظمي في علاقته مع بعض الأحزاب الرافضة للوجود الأمريكي. جاءت نتائج الحوار منسجمة مع الحرص الذي أبداه الكاظمي في الحفاظ على وحدة العراق وأمنه، سيما وأن العراق مقبل على استحقاق انتخابي نيابي في تشرين الأول المقبل، والذي سيحدد معالم السياسة الداخلية والخارجية والعلاقات العربية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يستدعي من جميع القوى والأحزاب السياسية أن تدرك هذه الحقيقة وتعمل في الاتفاق على تطبيقها والعمل بها تحقيقا لمصالح الشعب العليا. ربما كانت مخرجات الحوار الأمني وتنفيذ الاتفاق الاستراتيجي بين أمريكا والعراق لا تلائم بعض القوى السياسية في العراق التي كانت تهدف إلى الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق، وهو نفس هدف مصطفى الكاظمي، لكن واقعيته السياسية عملت على تأطير دورها في العراق لتكون قوة تدريبية استشارية بدلا من كونها قتالية. كما أكد الحوار أن القوات التي تتواجد في العراق هي قوات التحالف الدولي وهي قواعد عراقية، وإن أفراد قوات التحالف يخضعون للقوانين النافذة في العراق، وهذا الأمر يحسب إلى المفاوض العراقي الذي جعل مصلحة بلاده العليا في سلم أولوياته التفاوضية.